كابتن أسامة ألف مبروك. لا جديد سيطرة من النادي الأهلي على مجريات اللقاء، والنهاردة رباعية، يعني الغلة زادت كمان. يعني مباراة كبيرة من النادي الأهلي، مباراة مبروك يعني. طبعا مبروك مبروك لجمهور النادي الأهلي، للاعبين، للجهاز الفني، لكل من ينتمي للنادي الأهلي. وصول طبعا تأكيد الوصول لدوري المجموعات، ومن الماتش اللي فات واحنا عارفين النادي الأهلي خلاص وصل، لكن طبيعة الحال كانت لازم مباراه تانية تتلعب. فنادي الأهلي النهارده لعيبته أكدوا على الفروق الكبيرة جدا اللي بين النادي الأهلي وبين سان جورج. النادي الأهلي طبعا يستحق عن جدارة واستحقاق الوصول لدوري المجموعات. مباراة كانت في المتناول تماما من بدايتها لنهايتها، سيطرة تامة، فرص بالجملة، 4 أهداف جميلة غير الأهداف اللي ضاعت. الشوط الثاني مشى على نفس المنوال، على نفس المنوال والوتيرة اللي كانت ماشية الشوط الأول. يمكن الفرص اللي جت أقل شوية من الشوط الأولاني، لكن برضو في أكتر من كرة خطيرة، في عرضية اتلعبت حلوة قوي لكريستو حطها بالراس، بس ما كانتش بإتقان، يعني هو حطها بس كانت في نص المرمى. ايوه صح. نفس الشيء واحده لكريم فؤاد اتلعبت عرضيه برده من قفشه امام عاشور، حطها وقعت من ايد الحارس، كانت سهله قوي لكريم فؤاد، اول ما نزل حطها فوق العارضه، لعبها بوش رجله فوق العارضه. صح. في واحده استعجال من هاني استلم وسدد في السماء، كان ممكن يشوط على الارض، كانت تبقى خطر. يعني كان في محاولات برده، لكن مش زي نفس المحاولات بتاع الشوط الاولاني. لكن المباراة الشوط الثاني برضو في المتناول تماما، لا خطورة على مرمى الشناوي، الأربعة المدافعين يعني كانوا بيلعبوا بدون ضغوط تماما عليهم، سواء هاني وكريم الدبيس. برضو بنقول لكريم الدبيس يعني مبروك انه أدى مباراة تعتبر إلى حد كبير جيدة. طبعا إن شاء الله ننتظر منه الكثير، لكن يعني برضه هو ما بيلعبش كبير وكتير وناشئ، فواحده واحده. هاني عمل مباراه جيده، عبد المنعم ورامي كانوا مسيطرين تماما على لعيبه المهاجمين بتوع سان جورج، حتى لما ياسر ابراهيم نزل، يعني ما فيش اي خطوره في التلت الاخير اللي على النادي الاهلي، ما يعني حتى محمد الشناوي ما كنتش تحس بيه انه لم يختبر. يعني لم يختبر. ولذلك برضو بنقول انه ليه مثلا واحد زي مصطفى شوبير ما ياخدش ماتشات، يعني كان في ماتشات كان لازم ممكن يشارك فيها، ولكن هي وجهات نظر نحترمها طبعا للجهاز الفني. يعني ثلاثي وسط الملعب برضو نفس الشيء، كوكا بيلعب قدام المدافعين، بيلعب باريحيه، في سيطره تامه على وسط الملعب، لكن امام عاشور وقفشه كان ليهم دور كبير جدا جدا جدا، سواء في الشوط الثاني او في الشوط الاول، في زياده الكثافه داخل ال 18، عاملين تملي زياده عدديه. قفشه قدر يجيب جونين، امام عمل اكتر من كوره وسدد اكتر من كوره، صنعوا فرص كتيره لزمايلهم، كانوا عاملين زياده عدديه كويس مع كريستو وكهربا واحمد عبد القادر. كهربا برضو جاب، ايه خلصت لنا البرنامج بدري ولا ايه؟ ليه؟ خدت الفرقه كلها بتحللها. لا انا بتكلم على الشوط الثاني. طيب لا ليه؟ مش عايز اقول، لا هنتكلم فني واحده واحده في المباراه. بتكلم على خط الامامي برضو، كهربا قدر يجيب جولين حلوين، عبد القادر حاول، كريستو بيحاول، ولكن عايز خبرات كتيرة قوي لسه. يعني عايز تقول ان هو ما ثبتش اقدامه النهارده؟ لا لسه، يعني هو بيحاول وسريع لكن بحس لسه ان هو شاب، او يعني الخبره أو تنقصه، الخبره مثلا تنقصه شويه، لكن هو بيحاول وعنده سرعات وعنده امكانيات، فنتمنى له التوفيق فيما هو قادم يعني. وحتى التغييرات هنتكلم فيها بعد كده، لكن بصفة عامة يا راجل لا حرام ما تتكلم فيها بالمرة. لكن بصفة عامة الشوط الثاني مشي على نفس الشوط الأولاني، بس في رأيك إن الشوط الأول كان أفضل؟
انا وجهه نظري الشوط الاولاني كان افضل. ما فيش اختلاف كبير قوي، بس بقول لك الفرص كانت كتيره قوي الشوط الاولاني وثلاث اهداف، الشوط الثاني فرص اقل وهدف واحد. فيعني لكن بصفه عامه الاهلي هو اللي مستحوذ على المباراه تماما من كل الوجوه يعني.